ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أكدت مصادر مطلعة شفاء طبيبة بمدينة القنيطرة وابنها من فيروس كورونا المستجد بعد أسبوعين من التواجد في الحجر الصحي قصد العلاج. وكانت منابر إعلامية قد أشارت إلى أن الأمر يتعلق بأول طبيبة تصاب بكورونا في القنيطرة، حيث تعمل هذه الأخيرة بمستوصف الشهداء المتواجد قرب مسجد ميلود بمنطقة الساكنية. وبعد إعلان شفائها تمنت الطبيبة الشفاء لكل المصابين مع تقديم الشكر للطواقم الطبية التي تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.